الله وبركاته. اليوم عندنا المحاضرة الثانية من محاضرات المساحة المستوية اللي هي قياس الزاوية الرأسية أو الزاوية العمودية. شنو هي الزاوية العمودية؟ تعريفها هي الزاوية المحصورة بين خط الأفق واتجاه خط التوجيه. يعني أني سبق وإن مثلنا أنه قلنا الزاوية العمودية هي ممكن تشبه الزاوية المحصورة بين الجدار والأرضية أو بين الجدار والسقف، تمام؟ أي أنه يكون تكون بالمستوى العمودي. زين، بالنسبة لجهاز الثيودولايت فراح يقيس لنا إياها بصورة مباشرة مثل ما كان يقيس لنا الزاوية الأفقية، وإنما راح ينطينا رقم. هذا الرقم يمثل قراءة الدائرة العمودية أو الدائرة الرئيسية اللي قلنا هي عبارة عن منقلة موجودة بالجهاز، تمام؟ ومن خلال هاي القراءة راح ندخلها بقانون معين، وهذا القانون راح ينطيني القراءة الرئيسية اللي هي بين الأفق وبين خط التسديد مالتي. يعني إذا شفنا بهاي الصورة، فمثلا هنا عندك الوضع الأفقي، الجهاز كذا راح يعطيك إياه، راح يعطيك رقمه 90، راح يقول لك الزاوية 90 أو قراءة المنقلة مالتي 90، تمام؟ فأني كون طبعا هاي الحكي إذا كان الوضع متياسر. بالزاوية العمودية الوضع المتياسر والوضع المتيامن راح يأثر جدا، يعني الوضع المتياسر راح يطبق قانون يختلف تماما عن القانون اللي راح اطبقه بالوضع المتيامن. بالوضع المتياسر ال V او الزاوية الرئيسية راح تساوي لنا 90 ناقص قراءة الدائرة العمودية، في حين بالوضع المتيامن راح يكون ال V الزاوية الرئيسية تساوي لي قراءة الدائرة ناقص 270. خلينا نطبقها. أني إذا كان المنظار مالتي بصورة أفقية، يعني الزاوية بين خط التسديد وبين خط الأفق منطبقة يعني صفر، ايش قد راح تعطيني قراءة؟ المنظار راح يعطيني قراءة 90 درجة، تمام؟ هاي 90 من اطبقها بالقانون راح تكون 90 درجة ناقصا 90 درجة راح تكون الزاوية صفر، وهو هذا صحيح، لان اني خط النظر مالتي منطبق على خط الافق فيكون الزاوية مالتي صفر. زين، في حين انه اذا كان المنظار مالتي الى الاعلى، تمام، الى الاعلى الى الاعلى، ايش راح يكون؟ راح يكون منطيني القراءة اللي هي صفر، تمام. هاي الصفر من اجي اقول 90 ناقص صفر يقد نتيجة 90، وهاي الحكي او هذا الكلام منطقي. ليش؟ لان اني المنظار مالتي عمودي على خط الافق، فالزاوية بيني وبين خط الأفق هي عمودية. فإذا بالوضع المتياسر الزاوية الرئيسية تساوي من 90 ناقص القراءة اللي تطلع لي بجهاز الثيودولايت. نفس الشيء إذا كانت للأسفل راح ينطيني قراءة 80، أجي أقول 90 ناقص 180 فراح تكون سالب 90، أي أنه متعامد مع خط الأفق لكن للأسفل. بالوضع المتيامن راح تكون الحالة كالآتي، أنه هي ألفا ناقص 270، يعني إذا كان منطبق على خط الأفق قراءتي راح يكون 270 ناقص 270، وهذا راح يكون الناتج صفر باعتبار المنظار منطبق ويا خط الأفق. إذا كان للأعلى راح يكون 360 أو صفر، ف360 ناقص 270 راح يكون 90، صفر ناقص 270 راح يكون الناتج بالسالب، ارجع اجمع ويا 360 راح يطلع لي 90، فراح تكون النتيجة صحيحة. نفس الشيء اذا كان للاسفل راح يكون 180 ناقص 270 فراح يطلع سالب 90، تبقى السالب باعتبار انه الاتجاه للاسفل. قبل شوية سولفناها، نرجع نوضحها. هذه الوضع المتياسر بالاتجاه العلوي راح تكون الألفا، وهاي الفي القراءة اللي أنا أحتاجها. فعلى سبيل المثال لو كانت الألفا هنا 10، تمام، فالفي ايش قد مقدارها؟ المفروض تطلع 80، نجي نطبقها بالقانون 90 ناقص 10 80، إذن
التطبيق منطبق ويا الحالة. نفس الشيء بالنسبة للأسفل، مثلا إذا كانت الزاوية هنا 100، فالفي إيش قد المفروض تكون؟ 90 ناقص 100 راح تكون سالب 10، والسالب هنا معناتها انه المنظار مالتي اسفل خط الافق، او الزاوية تكون نحو الاسفل. نفس الشيء بالنسبة للوضع المتعامل، انه اني هاي قراءة الالفا وهاي الفي اللي اني احتاجها. فاذا كانت للاعلى فالالفا مثلا على سبيل المثال كانت 300، فاش راح تكون 300 ناقص 270 تكون 30، وهي موجبة إذن للأعلى هنا مثلا كانت 240، فاش راح تكون 240 ناقص 270 درجة راح تكون سالب 30 درجة، أي إنها للأسفل. الوضع المعدل مثل ما أخذنا بالزاوية الأفقية، الوضع المعدل هو الوضع الناتج من معدل الوضعين المتيمن والمتياسر، أي V face left زائد V face right over 2. خلنا نأخذ مثال حتى تتوضح عندنا الأمور. شو يقول المثال؟ قيست الزاوية العمودية من المحطة A إلى المحطات D B و C و D، وكما في الجدول عندنا جهاز النصبي بالمحطة A، تمام، وأخذنا قراءات باتجاه المحطات B و C و D، وكانت القراءات كل مرة بدنا ناخذ قراءة متيامن ومتياسر. القراءات معطيناها بالجدول، وكان ارتفاع جهاز الثيودرات بالنقطة A هو متر ونص، ومنسوب النقطة A هو 30 متر. احسب مناسيب باقي النقاط. إذا علمت أن المسافة الأفقية للنقاط D و C و B هي 50 100 150 على التوالي، ان اول نقطة اللي هي البي تاخذ اول رقم اللي هو 50، ثاني نقطة اللي هي السي تاخذ ثاني رقم اللي هو 100، ثالث نقطة اللي هي الدي تاخذ ثالث رقم اللي هو 150. شلون راح يبدي الحل؟ خلينا نشوف الرسم مالته. مثل ما تشوفون الجهاز مثبت بالنقطة اي وارتفاعه متر ونص، ويرصد باتجاه النقطة بي، تمام. طبعا هنا كأنما الجهاز ماكو مسطرة، مباشرة يرصد للنقطة، لو كان اكو قراءة للمسطرة فكون نطرح قراءة المسطرة. هسه خلينا بهذا المثال وبعدين من نتطور شوي شوي نعرف شلون نطبق هيك الأمثلة. زين، هنا هنا انا شنو اللي اريد اوجده؟ اريد اوجد منسوب هاي النقطة، يعني المسافة من هاي النقطة الى الديتم منسوب نقطة بي، فاني احتاج اعرف المسافة من نقطة بي الى الديتم. ايش راح تساوي لنا؟ راح تساوي لنا منسوب نقطة اي اللي هو بعد اي عن الديتم، زائدا ارتفاع الجهاز، زائدا الارتفاع المقابل للزاوية الرأسية اللي هو رمزنا له بالرمز H أو X أو أي رمز تحبون ترمزون به، ماكو مشكلة. زين، بالنسبة لارتفاع الجهاز هو متر ونص معلوم، بالنسبة لمنسوب نقطة A هو 30 متر حسب ما هو معطى. يبقى عندنا المجهول هو ال H اللي هو الارتفاع المقابل للزاوية العمودية. هذا شلون أقدر أوجده؟ ببساطة هذا المثلث اللي متكون من الضلع الأزرق والارتفاع h والمسافة بين النقطتين اللي هي 50 متر، هذا مثلث قائم الزاوية، فأقدر أطبق عليه نظرية فيثاغورس ببساطة. فهنا بين المقابل والمجاور راح يطبق قانون الظل اللي هو يساوي لنا المقابل على المجاور. احتاج مجرد انه اعرف الزاوية واقول ظل الزاوية تساوي لنا ال h على ال 50، وسطا الطرفين راح يطلع مقدار ال h. زين، الزاوية هل هي معلومة؟ اوكي معلومة، بس منطيني اياها بشنو؟ بوضعين، مرة وضع متيامن ومرة وضع متياسر. هل هي زاوية؟ لا.